والشكر لا بد أن يصرف إلى أهل الفضل في هذا الأمر وفي هذا السياق. وكما ذكرت في صدر حديثي قبل قليل قبل هذا التقرير أن الأمير قبل أن يصبح ملكا في أول نشأة هذه الدولة الكريمة سنة 23 و900 ألف أمر بإنشاء مجمع اللغة العربية، وأعتز وأقول أمر جدي عليه من الله وابل الرحمات صاحب السماحة الشيخ سعيد الكرمي بأن ينشئ هذا المجمع سنة 23 كما قلت و900 ألف. وكان أيضا هذا الشيخ الجليل جدي رحمه الله الشيخ سعيد الكرمي كان من ضمن المؤسسين للمجمع العلمي العربي في دمشق سنة 18 أو 19 و900 ألف. الذي أريد أن أوصله إلى إخوة المشاهدين وأخوات المشاهدات وإلى حضراتكم أن هذا الاهتمام باللغة العربية دال على معرفة حقيقية بقيمة اللغة عند هؤلاء السادة الهاشميين. وأقول أيضا إن هؤلاء الهاشميين الكرام لم يكن هذا الاهتمام قادما في هذه السنة فقط، أعني في هذا قبل 100 عام من الآن، لا، اهتمامهم باللغة العربية يرتد إلى نحو 2000 عام، إلى منذ نشأتهم الأولى في العصر الجاهلي. كانت اللغة مؤرقة أحسن التأريق، بمعنى أنها كانت تقوم مقاما سنيا في أذهانهم. وإذا ما عدنا إلى قصي بن كلاب وهو الذي جمع القبائل من فهر، كما يقول مطرود بن كعب الخزاعي: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا، به جمع أو به جمع الله القبائل من فهر. هذا الرجل أدرك قيمة اللغة. ولذلك كما يذكر ابن سعيد المغربي في كتابه النفيس نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، يقول إن قصي بن كلاب في أول أن تجميعه لهذه القبائل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو 200 عام تقريبا، يعني إذا استطعنا أن نستقرئ هذا الزمان، نظر إلى قيمة اللغة. وكادت حرب تنشب بين قريش وخزاعة، فوقف بهم خطيبا وقال: إني أرى أن السفراء بيننا يقصرون في الكلام. فوقف خطيبا وأنشأ خطبة ولم تهرق قطرة دم واحدة بحسن لغته. انتقل هذا الكلام إلى أبنائه، إلى أبنائه الذين ساروا في الإيلاف الذي عظمه الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن جاءت سورة الفيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. وكانت اللغة سيدة الموقف وهم يسيرون أمام هؤلاء الملوك ويحسنون الحديث باللغة. ثم جاء الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وكانت معجزة الخالدة وهي معجزة القرآن الكريم. فلذلك الهاشميون ليسوا منذ هذا الزمان، وإنما ارتدادهم إلى هذه القرون الكبيرة التي ترتد إلى نحو 2000 عام.